تلك المؤسسات، سيما أن في بلدنا صحيح أنه لدينا دستور عراقي لسنة 2005، في هذا القانون أو في هذا الدستور عدة بنود قانونية تشير إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب الصحية، وأن الخدمات التي تقدم في تلك المؤسسات كلها مجانية، لكن مع ذلك وجدت أنه لدينا تشريع قانون لمجلس السرطان رقم 63 لسنة 1985. بموجب هذا القانون كما جاءت في مادة واحدة تؤسس أو يؤسس مجلس باسم مجلس السرطان في العراق برئاسة وزير الصحة، وهذا المجلس يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله، ومقر هذا المجلس في العاصمة بغداد. كذلك نجد أن هذا المجلس يسعى إلى تحقيق عدة الأهداف، منها دراسة وتقييم أمراض ومشاكل السرطان في العراق ووضع حلول مناسبة لها، التخطيط والإشراف على تنفيذ برامج عامة متكاملة للأمراض السرطانية من حيث الوقاية والكشف المبكر للحالات المرضية والتشخيص والعلاج والتأهيل. كذلك تهدف إلى تدريب كوادر العلمية، حقيقة فيها عدة مميزات وعدة بنود قانونية، لكن كل ذلك جاءت لأسباب بغية رفع مستوى الخدمات الوقائية والعلاجية في حقن الأمراض السرطانية وتطوير الخدمات المتوفرة حاليا وتوسيعها على نطاق القطر ومواكبة ما استحدث عالميا في هذا المجال، إلى أنه نظرا لخطورة هذه الأمراض التي تهدد القوى البشرية وبهدف وضع سياسة متكاملة في حقن هذه الأمراض من حيث الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج والبحوث الخاصة بذلك. أنا متأكد تماما أن الدول جميع يعني بجميعها، ليس فقط الدول العربية، تسعى إلى تطوير في نطاق أفضل خدمات لتلك المؤسسات التي تعنى بأمراض السرطان، ونحن نلاحظ ذلك. وبما أن هذا المرض بدأ ينتشر أكثر فأكثر حسب الإحصائيات، بأنه سنويا يزداد عدد المصابين، فنحتاج إلى مؤسسات بأجهزة متطورة وعلاج أكثر تأثيرا. فلا شك كل ذلك تحتاج إلى ميزانية وموازنة ضخمة، فالدول العربية حقيقة بحاجة إلى دعم بعضها لبعض آخر. مع الأسف هذا ما لا نلامسه، الدول العربية اليوم كل دولة في واد دون أن تكون بينهما أو بينها تعاون جدي في مجالات مختلفة. صحيح في بعض الأحيان قد تكون هنالك علاقات في مجال الأمن، في مجال التعاون العلمي أو التربوي، لكن في مجال الصحي مهم جدا. فالدول الغنية تقع على عاتقها في دعم المالي والمعنوي والصحي للدول الفقيرة، من منطلق قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي، يقول: الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، إذا بخل وكلائي على عيالي أدخلتهم ناري ولا أبالي. فعلا أنا متأكد بأننا سوف نستمع إلى تشريعات وقوانين في مملكة البحرين الشقيقة التي تتعلق بهذا الجانب، وسوف نستفيد منها جميعا. بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيكم في ميزان حسناتكم، وشكر جزيل للجان العلمية وللجان التحضيرية وللجان الفنية، وشكر موصول لفضيلة الأستاذ دكتور مختار. بارك الله فيكم والسلام عليكم. الشكر الجزيل لمعالي الأستاذ الدكتور عمر نجم الدين أنجة، عميد كلية الآداب جامعة كركوك بالعراق، على هذه الكلمة الرائعة، والتي يعني أنا شخصيا أشعر أن هذا الحديث نابعا من القلب، ويعني طوبى لمن تحدث بحديث خرج من القلب فوقع في القلب قبل أن يقع في الأذان.
حقيقة أوضحت لنا أن ما ينص عليه الدستور العراقي من ضرورة الاهتمام بالجوانب الصحية ومجانية الخدمات، وأن هناك تشريع كما ذكرت معاليكم 63 لسنة 1985 اللي هو يعني يخصص أو ينص على أنه هناك تأسيس مجلس السرطان ويكون برئاسة وزير الصحة، وأن هذا المجلس له الشخصية المعنوية وأن له مقر في العاصمة بغداد، ومن أهدافه أن هو التقييم تحقيق دراسة وتقييم لأمراض السرطان والتشخيص المبكر والتأهيل وتدريب الكوادر العلمية. أشرت معاليك لنقطة جميلة جدا، وهو يعني مدى تعاون الدول العربية وخاصة الغنية، ويعني استرشدت معاليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي أن الفقراء عيالي وأن الأغنياء وكلائي، وانه لا يجب ان يعني انه يبخل الوكلاء على عيال الله عز وجل، والا سيدخلهم النار ولا يبالي، وهذا هو تحقيق التكافل الاجتماعي. شكرا جزيلا لمعاليك على هذه الكلمه العظيمه، والان مع كلمه الدكتور ميثاق بيات الضيفي رئيس مؤسسه بي ار سي العلميه، فليتفضل. بارك الله فيك دكتور إبراهيم، سيد العميد المحترم، أستاذ الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الحرب الذاتية الكبرى، الإرادة والسرطان، يمكن أن يكون لقوة العقل دورا مهما في الحرب ضد السرطان، ويمكن أن يسهم وجود الأمل مع قوة الإرادة المرونة في النجاح نحو طريق التعافي. شعرنا بأكتوبر الوردي بتعزيز قوة الإرادة هو أنا وسأفعل، فالأمل مع قوة الإرادة هما قوة لا مثيل لها. بصرف النظر عن التكنولوجيا الطبية المتقدمة، كانت قوة الإرادة واحدة من أكثر الأسلحة الفعالة في المعركة ضد السرطان. طلب الأمر قوة إرادة هائلة، تكون شجاعاً بما يكفي لإجراء فحص الجسم، كذلك تشخيص والتحاليل، ناهيك عن تجاوز العقبات أثناء العلاج. طلب الأمر قوة إرادة لنأخذ في الاعتبار حب الأسرة والأحباء وتحويله إلى مرونة، في إشارة إلى العلاقة العميقة بين الجسد والعقل. يمكن القول أن الصحة الجيدة للفرد هي نتيجة مزيج متشابك من العقل السليم والجسم السليم. الإرادة شجاعة، وإحصائيا هناك ما يقرب من 18 مليون حالة سرطان جديدة في كل عام. بالرغم من هذا الرقم المذهل، يمكن القول من أن أكثر من 40% من الإصابات السنوية بالسرطانات من الممكن الوقاية منها، إن الاعتناء بصحة الفرد وإجراء الفحوصات المنتظمة يقطعان شرطا طويلا التشخيص المبكر وعلاج السرطان وهو في مهده. على سبيل المثال، يمكن اكتشاف سرطان الثدي بسهولة عن طريق تصوير الثدي الشعاعي، وإذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة فمن المرجح جدا علاجه بشكل وافي. الإرادة أن تكون مرنا، فيمكن للعقل أن يصنع الإعجاب ويكون له تأثير هائل في مكافحة السرطان. والخطوة الأولى نحو الشفاء هي مرونة المريض في اختيار العيش بأمل.
ان حالتنا الذهنيه مهمه للغايه لعمليه العلاج، واذا اعتقدنا اننا سوف نعالج فسوف نعالج. صدقني اذا كنت تعتقد انك لن تنجح فلن تنجح، والعكس صحيح. هذه المرونه تغير تيارات الازدهار حتى عندما يعود السرطان الى احبائنا من اقرباء او من عوائلنا الشخصيه. فما سيحدث سيحدث، واذا حدث شيء ما فلا يمكن جعله يتراجع. علينا فقط ان نحارب طريقنا من خلاله ونواصل المضي قدوا. الإرادة تجارك تقاتل من أجل ما تحب. عندما يتألم عقلك يشعر به جسدك. صدق ولا تصدق، التوتر هو أعراض جسدية، ولا أعتقد أن الناس يمكن أن يؤدي في الواقع يتفاقم الحالة بشكل أسوأ. بالمثل يمكن أن يؤدي الشعور بالتفاؤل وامتلاك الرغبة في العيش إلى تحسين الحالة بشكل كبير، وحتى يصل أكثر ما يتوقعه الأطباء في بعض الحالات. فبالنسبة للعديد من الناس لا تأتي رك الحياة من مكان آخر سوى من الحب، من العائلة والأحباء والأصدقاء، في حين أن حب الآخرين يمكن أن يقوي رك الحياة، لكن حبنا لأنفسنا يمكن أن يدفعنا أيضا إلى النصر في الحرب ضد السرطان. ترتبط العناصر النفسية والجسدية ارتباطا حيويا، خاصة عند محاربة مرض ما، فيحتاج العقل إلى تقوية من أجل شجاعة الجسم خلال تلك الحرب. بشرق عالمي للسرطان نعلن أن إرادتنا في المشاركة تزيد قوة الإرادة للتوافق مع شعارنا الذي هو أنا وسأفعل. فالأمل مع قوة الإرادة ممثلان قوة لا مثيل لها. واليوم نستضيف الدكتور المهندي تقدم لنا ما الذي يفعل المجتمع بقوته وتكاتفه ضد مرض السرطان في البحرين. بارك الله بكم جميعا والسلام عليكم. شكرا معالي الدكتور ميثاق على هذه الكلمة الرائعة التي يعني مضمونها أنه أنا أقدر، أنا وما دام أنا أقدر أن أنا أتمتع بقوة الإرادة، الأساس هو قوة الإرادة، وأن العقل السليم في الجسم السليم، وأنه لا بد من تضافر الجهود من أجل المضي قدما، والمضي قدما لا يأتي إلا بالإرادة. ومن أجل تحقيق الهدف لابد من الإرادة، لأنه التوتر لا يؤدي إلا إلى الاتجاهات العكسية وإلى تفاقم الحالة بشكل أسوأ كما تفضلتم. شكرا معالي الدكتور على هذه الكلمة الرائعة. السادة الحضور، السادة والسيدات الباحثين والباحثات، السادة العلماء، السادة الفقهاء، السادة الذين يبحثون عن علم لكي ينتفع به من بعد مماتنا، لأنه إذا مات العبد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم علم ينتفع به. نعلم جيدا علم اليقين أن السرطان من أكثر الأمراض المنتشرة في جميع دول العالم، وتعد أو مكافحته من أهم القضايا الصحية التي تواجه العالم بأسره، حيث يمثل أحد أهم أسباب المرض والوفيات. وطبعا تشير التقديرات العالمية إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الحالات بحلول عام 2030 إلى 22 مليون حالة حول دول الكرة الأرضية. ونعلم أنه مساعي
او احدى مساعي التنميه المستدامه التي وضعتها الامم المتحده لعام 2030 هي خفض عدد الوفيات المبكره الناجمه عن مرض الامراض غير المعديه بما في ذلك مرض السرطان بنسبه الثلث. ومن شأن تحقيق هذا الهدف الطموح إنقاذ حياة ما لا يقل عن 40 مليون شخصا من داء السرطان. ذلك يتطلب طبعا تضافر جهود عظيمة كما تفضلوا الأساتذة العلماء، وأنه لابد من مجموعة واسعة من الشركاء من قطاعات متعددة من أجل تحقيق زيادة كبيرة في الموارد وترسيخ التزام سياسي قوي من أجل مكافحة السرطان على الصعيد العالمي بشكل فعال. جاء الآن موعد الورشة العلمية الدولية الموسومة بقوانين نظامية تحرك المجتمع البحريني لمكافحة السرطان صحيا واجتماعيا وقانونيا واقتصاديا وتجاريا، للأستاذة الدكتورة سهير المهندي المحاضرة جامعة البحرين رئيس مدارس المنطقة التعليمية الثانية في مملكة البحرين والمنتدبة لمكتب المدير العام بمعهد البحرين للتدريب. وفقك الله إلى هذه الورشة، ومع حضرتك الميكروفون، تفضلي، مشكورة. شكرا للجميع، وبداية أشكر المنظمين على هذه الأمسية الثقافية والتوعوية أيضا، ويسعدني ويشرفني بأن أكون أمام قامات كبيرة مثل سعادتكم. وطبعا إن شاء الله حول ما سوف أتحدث عنه سوف يكون جزء من بحر من العلوم، من هذا العلم، وجزء أيضا من بحر علومكم. ويعني إذا سمحتوا لي بأن أبدأ في موضوع هذه المحاضرة وهذه الأمسية الثقافية، وإن شاء الله نكون قد نفيد من خلال هذه المعلومات التي سوف تقدم وإن كانت يعني متواضعة بشكل جزئي. بداية إخواني خواتي، ويعني اللي سعوا في تنظيم هذا الموضوع في مثل هذه الأيام اللي يحتفل فيها العالم باليوم العالمي لمكافحة السرطان، نحن نعرف بأن هناك جهود كبيرة اليوم تقوم فيها كافة الدول، ولكن هذه الجهود يعني تم المبادرة بكثير من المبادرات والآليات التي وضعت من ناحية أيضا الحكومات لكي يكون هو التعاون لمواجهة هذا المرض بمختلف أنواعه المتعددة اليوم، والذي يعني والذي يصاب فيه العديد من الفئات العمرية اليوم، ولم يكن محدد فقط على فئة عمرية محددة واحدة فقط. إن شاء الله الصوت يكون واضح مسموع. الصوت واضح يا معالي الدكتور، مش واضح أقول لك حضرتك على مدار الساعة إن شاء الله، لأن حضرتك معاكي ساعة من الآن، تفضلي. إن شاء الله بس ما نكون مملين خلال الساعة. طبعاً بالنسبة لهذا الموضوع إحنا يعني سوف نسقط في البداية بشكل عام من العالمي إلى الخليجي إلى المملكة البحرين. إحنا نعرف أن قاعدة الإصابة بمرض السرطان هي قاعدة اليوم أصبحت ليست صغيرة وإنما قاعدة كبيرة، ويعني تعدت مختلف أنحاء العالم ومختلف أيضا الدول، ولم يكن هناك سبب معين يحدد نوعية هذا المرض أو يعني أسبابه. والعديد من يعني الأسباب والمسببات العالمية اليوم وعلى النطاق العالمي مختلف الأعمار والأجناس وفي مختلف الدول. تعاضدت الجهود الدولية في هذا الجانب، وأصبح لكل دولة من الدول اليوم دول العالم لها قوانين تلزم العمل على أساس هذه القوانين لوضع آليات مختلفة لمكافحة هذا المرض، ووضع البرامج يعني المختلفة للتوعية والتثقيف، وأيضا لمكافحة هذا المرض ووضع العلاجات و مواجهته أيضا يعني بالمراحل الثلاث قبل وأثناء وبعد، وأيضا من ناحية أخرى المعالجات النفسية وأيضا التصدي للجوانب الصحية والنفسية التي قد يعني تأتي نتيجة تأثير الإصابة بهذا المرض.
بادر الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان طبعاً مع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بدءاً من عام 2005 إلى دعوة جميع وزارات الصحة والأفراد والمنظمات والوكالات الحكومية وغير الحكومية حول العالم إلى الاتحاد مع بعضهم البعض في لمكافحة مرض السرطان. مثل ما احنا عارفين وأيضا مثل ما تفضلوا الأخوان من دول أخرى قبلي بطرح هذا الموضوع وتوضيح الجهود اللي تبذل في دولها. طبعا لماذا نحن اليوم نكافح هذا النوع من المرض رغم أن هناك في كثير أيضا من الأمراض الموازية لمثل هذا النوع من المرض وما يسببه من تأثيرات وأعراض وتؤدي إلى الوفاة، وذلك لاتخاذ يعني بداية التدابير اللازمة لمكافحة هذا المرض حتى لا يعني تتسع قاعدته أكثر ما هي موجود عليه اليوم أو الآن. أيضا لكون هذا المرض من أكثر الأمراض المنتشرة في جميع أنحاء العالم ومكافحته اليوم تعد من أهم القضايا الصحية اللي تواجه دول العالم بأسرع لكونها اليوم أحد أهم أسباب المرض والوفية يعني اللي يؤدي إلى الوفيات، وهذا يعني لا يعتبر أيضا مؤشر بأن لم تكن هناك حالات يعني شفيت من هذا المرض، وذلك لأن هناك الكثير من التقديرات أو لأن تشير التقديرات العالمية إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد الإصابات بمثل هذا المرض في ازدياد أو في ارتفاع بحلول سنة 2030، وإلى قد يصل هذا العدد تقريبا إلى 22 مليون حالة حول دول يعني حول العالم، وذلك طبقا لتقرير السرطان الذي يعني خرج في 2014 وعن الدولية لأبحاث السرطان ومنظمة الصحة العالمية. طبعاً نحن عارف أن منظمات الصحة العالمية من الضرورة أيضاً ومن القوانين الملزمة لها بأن هي تصدر مثل هذه التقارير ويعني تشير إلى أبعاد هذا المرض ونسبته وحجمه وترسل هذه التقارير إلى مختلف الدول اللي عقد اتفاقيات معها حتى تعرف حجم ويعني الإصابات من كل نوع من أنواع مرض السرطان لتتخذ الإجراءات المناسبة والآليات المناسبة لمواجهة هذا النوع من المرض. طبعاً إحنا من أكثر الأمراض أو من أكثر الأماكن أو المواقع اللي يصاب فيها مرض السرطان واللي دائماً نتحدث عنها الكثير اسم الله عليكم الرئة والثدي والقولون والمستقيم والمعدة، وتعتبر أكثر من 40% من جميع الحالات اللي تم تشخيصها في جميع أنحاء العالم في هذه الجوانب أكثر شيء. دول مجلس التعاون أخذت شعار للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان تحت شعار 40% وقاية و 40% شفاء، وطبعاً الكل يعرف هذا الشعار. اليوم تأتي الحملات تفعيلاً للخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السرطان 2016-2025 بهدف طبعاً الوقاية الأولية والثانوية من السرطان. أيضاً تفعيل دور الشراكة المجتمعية اللي يعد اليوم هذا الدور من أكبر الأدوار المهمة، لأن لو ما وجد هذا الدور لا من أهمية إذن لن تكون هناك مساهمة كبيرة لمكافحة هذا النوع من الأمراض مرض السرطان، وهو طبعاً الدور الإيجابي والفعال لمشاركة الكثير من أفراد المجتمع والجمعيات الأهلية ومؤسسات المدنية والقطاعات أيضاً الحكومية المتنوعة في دول مجلس التعاون لرفع المستوى الصحي في المجتمع الخليجي. طبعا هذا التعاون لن يأتي عشوائي ولن يأتي بطريقة ارتجالية، وإنما هناك قوانين وضعت وأيضا لوائح نظمت لكي تسير عليها هذه المؤسسات وهؤلاء الأفراد والمؤسسات الحكومية حتى تأتي دعم لمكافحة مرض السرطان. كشفت إحصائيات المركز الخليجي لمكافحة السرطان إلى أن الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بالسرطان في غضون إنشاء السجل الخليجي للسرطان أثناء الفترة ما بين 1998 و2016
تكمن الخطورة في أن أكثر من 50% من الحالات تم اكتشافها في مرحلة متقدمة، يعني لم تكن في مرحلة متأخرة في خلال هذه الفترة، واللي كان طبعاً تعرفون أنتوا أن إذا تم اكتشاف هذا النوع من المرض من الصعب أن يتم معالجته إلا يعني بإعجاز، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والنفسية والصحية. وطبعاً هذه الجوانب لما تزيد أعباء اقتصادية ونفسية وصحية عطت المؤسسات الحكومية أو الحكومات في المنطقة الخليجية وبالتحديد يعني أيضاً في مملكة البحرين عبء أكبر بأن هي أيضاً تضع آليات أكثر يعني تقدم الدعم المساند لتقديم المعالجات لهذا المرض، من الدعم المالي ودعم القطاع الخاص للمؤسسات المدنية التي تكافح هذا المرض وتقدم الدعم النفسي وتقدم أيضاً العلاج وترسل الأشخاص المصابين. أيضاً وزارة الصحة أيضاً كان هناك تعاون ما بين المؤسسات المجتمع المدني والجمعيات لنقل أيضاً مع وزارة الصحة من خلال اتفاقيات معقدة لتقدم أيضاً الدعم لمرضى السرطان. وأيضاً هناك دعم يعني مشترك ما بين مؤسسات القطاع الحكومي بعضها البعض، مثل عندنا وزارة الداخلية لما تعقد اتفاقيات مع وزارة الصحة أو مؤسسات العلاجية الكبيرة في مملكة البحرين مثل مستشفى الملك حمد لدعم أيضاً المصابين بمرضى السرطان من الموظفين والعاملين في الوزارة، أيضاً تسير على نفس النهج بقية الوزارات الحكومية، وهذه طبعاً لن يأتي إلا من خلال لوائح منظمة توضع لكي يعني لكي تدرج ضمن الآليات يعني لتأخذها الدولة أو الحكومة في دعم مرضى السرطان ومكافحة هذا المرض من جانب آخر. ومن هذا المنطلق تأتي أيضاً الحملات الخليجية واللي من أيضا مملكة البحرين للتوعية بالسرطان، وتكون هذه الحملات مستمرة لن تتوقف على فترة معينة اللي هي فترة مثلا أكتوبر أو نوفمبر، وإنما أيضا تأتي على مدار العام، حيث تشير المراجع العلمية إلى أن 40% تقريبا من أمراض السرطان يمكن تفاديها باتباع أشكال الحياة الصحية، وأن 40% يمكن التعافي منها إذا تم اكتشافها مبكرا. من هذا المنطلق أيضا وجدنا آليات ضمن لوائح وضعت في وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات الرياضية في مملكة البحرين للتشجيع على رياضة المجتمع أو الرياضة للجميع. في عقد مثلا اللي هي تخلص يعني إصابة الأشخاص أو الأفراد وخصوصا الكبار في السن من أمراض السرطان وعدم التعرض لها. طبعا بحكم أنها يعني غير معروفة هي الأسباب، ولكن بأقل القليل نحن نعمل على جانب التوعوي ولعدم أيضا ممكن تكون الإصابة بهذا المرض، لأن للرياضة دور كبير أيضا في معالجة مرضى السرطان من خلال هذه الآليات المتبعة، ولذلك أكدت عليها وزارة الشباب والرياضة. وأيضا أصبح هناك يوم رياضي يعني تطلق الحكومة في مملكة البحرين للتشجيع على الرياضة ويعني خلق هذا الوعي الثقافي بربط الجوانب الصحية مع أيضا الروحية، وفي نفس الوقت الاستمرارية على حفاظ الأفراد على صحتهم وعدم التعرض لهذه النوع من الأمراض التي قد تؤدي بسم الله على السامعين الوفاة. تهدف تلك الحملات إلى تشجيع اتباع طبعا أيضا شكل غذائي صحي، ممارسة النشاط البدني بين جميع فئات المجتمع، ورفع مستوى الوعي الصحي حول مسارات الكشف عن السرطان وأهميتها في تحسين فرص الشفاء. أيضا من خلال مبادرات الكشف عن السرطان وضعت بعض القوانين، وأيضا
الآليات التي وضعتها أيضا الحكومة بضرورة اتباع الأفراد لفترات زمنية في الكشف أو إجراء الفحوصات الدورية، وخصوصا في أعمار محددة لعدم التعرض لأي نوع من أنواع مرض السرطان كالثدي أو القولون أو يعني الجوانب الأخرى اللي ممكن يكون يتعرض فيها جسم الإنسان لهذا النوع من المرض. فألزمت بأن يكون الشخص مثلا من خلال متابعته بالجانب الصحي أنه هو يلجأ بشكل دوري خلال سنة أو خلال سنتين حسب ما يحدده الطبيب، وهذا أيضا بالتعاون مع وزارة الصحة. وإحنا اليوم في مملكة البحرين ولله الحمد هناك متابعة صحية لكل فرد من أفراد المجتمع من خلال المراكز الصحية ومن خلال أطباء العائلة، طبعا ضمن قوانين تلزمهم بأنهم يعملون فحوصات توجيه الأفراد لعمل فحوصات طبية لمواجهة هذا النوع من المرض. طبعا ليس للنساء فقط وإنما أيضا للرجال، وخصوصا للعائلات اللي يكون عندهم هذا النوع من المرض وراثي. من جانب آخر نتحدث بأن أكدت تقارير عالمية إلى أن عدد الإصابات بالمرض في تصاعد دائم، فإحنا علشان هو في تصاعد دائم إحنا نكثف الآليات في مملكة البحرين. ومثل ما قلت لكم قبل قليل إنه لا تحدد في هذه الفترة وإنما على مدار العام من خلال الاتفاقيات التي تعقد بين المؤسسات الحكومية بعضها البعض وبين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وبين دولة يعني مملكة البحرين وأيضا دول منطقة الخليج، وما بين أيضا مثل نقول الجمعيات المثيلة مع بعضها البعض مثل جمعية مكافحة مرض السرطان البحرينية مع جمعية مكافحة مرض السرطان السعودية أو مع هي الخليجية. ولا ننسى ذلك بأنه هو مستمد أيضا من الاتفاقيات الموقعة عليها مملكة البحرين للحفاظ على صحة الأفراد بشكل عام، يعني ليس بالتحديد مرض السرطان وإنما بشكل عام على الصحة العامة للأفراد، وهذا طبعا حق من حقوق الأفراد في المجتمع. وهذه المحافظة على الأفراد والوقاية من يعني والوقاية لهم من هذا المرض من خلال المبادرات اللي تقدمها كحملات توعوية تثقيفية، نشرات، برامج تلفزيونية إعلامية، برامج إذاعية، صحافة، لقاءات مع متخصصين من الأطباء في هذا الجانب، بحيث أنه يكون هذا الجانب إلزامي على الأطباء في المشاركة بالبرامج التوعوية سواء كانت إعلامية أو سواء كانت يعني تثقيفية في محاضرات تقام في مع مؤسسات المجتمع المدني. واحنا نعرف اليوم اصبح من ايضا كأكاديميين يعني مضطرين ايضا بانهم يقدمون محاضرات توعوية تثقيفية لأفراد المجتمع والوصول اليهم بكافة الطرق، حيث يكون ذلك الزامي من خلال التقارير التي تكتب عنهم من الناحية الأكاديمية والحصول على الترقيات. أكثر أنواع السرطان انتشاراً بالعالم طبعاً مثل ما أنتم عارفين يعد سرطان الرئة، والمرتبة الثانية سرطان الثدي، سرطان القولون المرتبة الثالثة، أما الرابعة فكان المصابين في سرطان البروستاتا للرجال، وطبعاً يختتم كنوع خامس أكثر الأمراض سرطان اللي هو انتشاره في العالم سرطان المعدة. وحول الإصابات بمرض السرطان في الوطن العربي بشكل عام، طبعاً يختلف ترتيب أكثر أمراض السرطان انتشاراً في الوطن العربي عنه في العالم، لكن هو المرض يعتبر مرض واحد سواء كان في أي جهة من الأجزاء المختلفة في الجسم. طبعاً تصدر هذا المرض للنساء في سرطان الثدي أكثر عن القائمة التي ذكرت قبل قليل عن غيرها، طبعا يليها المصابين بسرطان الرئة ثانيا بينما حل سرطان المثانة ثالثا. الجدير بالذكر ان عوامل الخطر لهذا المرض بانواعه المختلفة تتضمن عدة عوامل رئيسية اهمها عامل التدخين، ولما نتكلم عن عامل التدخين ايضا هناك جمعيات لمكافحة التدخين، يعني اذا الجهود مشتركة. لما نقول جمعية مكافحة التدخين وجمعية مكافحة مرض السرطان إذن هناك جهود متتابعة ومستمرة ومكملة مع بعضها البعض
إذن لا نستطيع أن نفصل اليوم مؤسسات المجتمع المدني عن بعضها البعض، لأن جميعها في بنور معينة أو في اتفاقيات معينة يتم الدعم لبعضها البعض. فإذا جمعية مكافحة الترخيص تعمل على جانب توعوي ايضا لعدم لمنع يعني الترخين، وايضا تناول الكحول والمواد ايضا المخدره والى اخره. فبالتالي فهي بهذه الاليات او هذه الجهود والفعاليات اللي تقوم فيها تساهم ايضا بمكافحه الاصابه بمرض السرطان الذي يأتي طبعاً في المقام الأول، ثم تناول الكحول المفرط، تغذية غير الصحية. لا ننسى أيضاً دور الأطباء يعني المتخصصين في الجوانب التغذوية حينما يصاب الشخص أو يكون هو يعني عرضة للإصابة بحكم العامل الوراثة. فإذاً هناك الأطباء العائلة في المستشفيات والمراكز الصحية ملزمة بأن هي تتابع هذا الشخص من الناحية الصحية، من الناحية التغذوية، من الناحية الصحية، من ناحية المتابعة أيضا الدورية والمستمرة لمعالجة أو لمتابعة هذا المريض وعدم الإصابة إذا لم يصب بعد في بهذا المرض. إذا هناك متابعة دورية له. البيئة الملوثة بأنواعها، اليوم لا ننسى أن إحنا اليوم نتعرض إلى إشعاعات كثيرة من خلال استخدامنا للكمبيوتر، من خلال الأجهزة الإلكترونية، من خلال أيضا تناولنا مواد غذائية قد تكون معرضة لإشعاعات أو يعني تدخل فيها مواد كيميائية غير صحية تضر بجسم الإنسان وتؤدي إلى الإصابة بهذا المرض. إذا هناك يعني قوانين، إذا يعني أنا ما أردت أن أقصد بأن هناك القوانين متفرعة وليست هي قوانين بحد ذاتها مخصصة فقط بجانب معين. أنا أتكلم عن هذا الموضوع حتى يتسع الفكر والذهن بأن هي شبكة متفرعة من ناحية الصحية، من ناحية التغذوية، من ناحية البيئية، من ناحية السكانية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الاقتصادية. هي فرع يعني شبكة متفرعة مرتبطة ببعضها البعض، لا نستطيع أن نفصل جانب عن الآخر لأنها كلها تكون مكملة تؤدي إلى مكافحة مرض السرطان بأنواعه المختلفة. فحينما نقول أيضا البيئة الملوثة قد تؤدي إلى الإصابة بالأنواع المختلفة لهذا المرض، إذا هناك أيضا قوانين موجودة مدرجة يعني تحد من عدم الإصابة بهذا النوع من المرض بأنواعه المختلفة من خلال البيئة. وهذا أيضا موجود في قوانين القانون طبعا التنمية الاقتصادية وأيضا التنمية المستدامة وأيضا مدرج ضمن برامج الحكومة. ويعني حينما يدرج ضمن برامج الحكومة إذا هي ملزمة بأن هي تضع الفعاليات والأنشطة والبرامج وتضع الجوانب المالية المخصصة لهذا الجانب، سواء كان للفعاليات وسواء كان للدعم للمرضى أو جلب الأجهزة اللي فعلا تعالج المرضى، وأيضا دعم المؤسسات المدنية والأفراد اللي تعمل على مكافحة هذا المرض. طبعا نظرا لأهميته ونظرا لأهمية دور الفرد في المجتمع في التنمية المستدامة وفي تنمية المجتمع وتطويره واستمرارية الحياة في نفس الوقت، قلة النشاط البدني أيضا يعتبر من العوامل الرئيسية المسببة لهذا المرض. لذلك هناك توعية كبيرة على أن توضع برامج توعوية لممارسة الرياضة، لاستمرارية النشاط البدني للأفراد، سواء كان في المدارس من خلال المناهج الدراسية، سواء كان في الأندية في وضع المسابقات بين الأندية وبين يعني بين الأندية وبين الدول الأخرى، وأيضا تنظيمها من قبل الاتحادات، والاتحادات ملزمة من خلال برامجها بأن هي تعمل على تفعيل هذا الدور الـ يعني الرياضي لتحريك لإحياء النشاط البدني لكل أفراد الفرد في المجتمع. ولا ننسى أيضا هناك الأندية الصحية أيضا والتي تعمل ضمن قوانين من الناحية البيئية في داخل هذه الأندية ومن الناحية الصحية وأيضا من الناحية
يعني خلينا نقول العلاجيه بعدم تعرض الاشخاص الى اصابات واضرار والى اخره، هذه كلها ايضا قوانين مرتبطه. واخيرا ايضا ممكن ان يعني يصاب ايضا الشخص بالفيروسات المعديه اللي ممكن تتفاقم وتؤدي الى مثل هذا النوع من المرض، وبالتالي تكون هناك تشريعات قانونية وضعت من الناحية الصحية من قبل وزارة الصحة بعدم تعرض الأفراد إلى مثل هذه الفيروسات المعدية، ويعني إسقاط أيضا الجزاءات العقابية اللي يعني تؤدي على الأفراد أو على الأشخاص اللي يعرضون حياة الأشخاص إلى الإصابة بالفيروسات المعدية اللي ممكن تؤدي في النهاية إلى مثل هذه الأنواع من الأمراض اللي هو مرض السرطان. مملكة البحرين اليوم تعتبر واحدة من الدول اللي وقعت على اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، لتضع الكثير من الجهود مثل ما ذكرنا، هي عملية جهود متشابكة مرتبطة مع بعضها البعض على مستوى القطاع الحكومي والخاص والمؤسسي والمدني، وعلى نطاق المؤسسات أيضا التعليمية اللي لها دور كبير ويعني تجمع كافة فئات وشرائح المجتمع. اليوم وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليمية الأخرى كجامعات عليها دور كبير في توعية أفراد المجتمع في المراحل التعليمية من الطلبة والطالبات يعني بهذا المرض وكيفية مواجهته، وخصوصا من أصيب به كيفية أيضا مواجهته من الناحية النفسية، وهي ملزمة بذلك من خلال برامجها، من خلال البرامج التوعوية، ومن خلال مناهجها، وأيضا توعية الطلبة بأعراض هذا المرض حتى لا يعود عليهم بحالات نفسية قد تكون تؤدي أيضا إلى أضرار متفاقمة فوق الإصابة اللي هم مصابين فيها. وهناك أشخاص أيضا متخصصين من الناحية النفسية ومن الناحية الصحية متواجدين في المدارس ومعينين وموظفين لكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات ويعني معالجتها وتوفير البرامج الثقافية اللي تبعي كافة العاملين والطلبة في داخل هذه المؤسسات التعليمية. أيضاً عندنا هناك الفعاليات المدنية اللي تطلق بشكل سنوي تشجيعاً لكافة فئات المجتمع. معذرة، لكافة فئات المجتمع مثل يعني خلينا نقول الأنشطة الرياضية وأيضاً الثقافية وايضا المعارض، يعني هي كلها سلسله يعني متتابعه مع بعضها البعض. لا ننسى ايضا المؤسسات الاقتصاديه الداعمه لمثل هذه يعني الداعمه، سواء كان للبرامج اللي تعمل على مكافحه مرض السرطان او سواء للجانب الداعم ايضا لمعالجه مرضى السرطان، وسواء كان الجانب ايضا الداعم للمؤسسات الصحيه في مملكه البحرين بالتعاون طبعا مع وزارة الصحة في توفير الأجهزة والإمكانيات الضرورية لمرضى السرطان ومن يعانون منه في المستشفيات المختلفة وغيرها. أيضا هناك الجهود المؤسسية اللي تساهم في ذلك، حيث وضعت القوانين المدنية لدعم مرضى السرطان وأهاليهم من الناحية المادية والنفسية والإدارية، حيث وجد هناك أيضا قوانين إدارية لكافة الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي في بأن يعني يعطوا يعني دعم من الحكومة لأهالي المصابين في أن تعطيهم إجازات رسمية يعني مدفوعة براتب إذا كان المريض متواجد في مملكة البحرين فيعطى شهر، وإذا كان يعني مسافر في الخارج للعلاج فيعطى يعني المرافق له أيضا أربعة شهور. فهذه أيضا دعم من الحكومة ومن القطاع الحكومي من الناحية الإدارية لأهالي المرضى المصابين، وهذا يخفف من وطأة العامل النفسي ومن حدية أيضا ما يتعرض الأهل والمرضى أيضا من
الجانب خسارة مثلا وظيفتهم، عدم وتوفير مثلا راتب، هذه كلها دعم أيضا حكومي من ناحية من خلال إطلاق مجموعة من التشريعات واللوائح في هذا الجانب. أيضا عندنا الاتفاقيات المؤسسية بعضها البعض لدعم مرضى السرطان العاملين فيها ومساعدتهم على مواجهة مصاعب هذا المرض من خلال سلسلة من المعارض مثل ما قلنا والفعاليات التثقيفية والصحية بوضع شارة خاصة مكافحة السرطان للتعبير عن التضامن والمشاركة. هناك أيضا نشوف أن الدولة سمحت لكثير من الأفراد بإقامة معارض، يعني خلينا نقول لدعم مرضى السرطان، بحيث أن يكون هناك يعني من يشتري لوحات الفنية يكون يدفع لدعم مرضى السرطان. احنا نعرف أن يعني توفير المبالغ المالية للأفراد من الصعب وفي صعوبة، فهناك وضعت أيضا لوائح وقوانين لكيفية التعامل مع الأفراد حينما يستلمون مبالغ خاصة بدعم مرضى السرطان، لأنه مو أي أحد بيعمل معرض فني ويقول فيه لدعم مرضى السرطان أو مثلاً لدعم جانب معين، وإنما هناك وضعت أيضاً قوانين وتشريعات تحكم هذه الآلية في إقامة المعارض والفعاليات المختلفة. كانت هناك مشاركات مستمرة أيضاً من قبل المجلس الأعلى. دور المجلس الأعلى للمرأة اليوم في مملكة البحرين قام بدور كبير ومهم، ألا وهو إحنا نعرف أن المجلس الأعلى للمرأة يخص المرأة البحرينية في مملكة البحرين وكافة شؤونها، وطبعاً يأتي تباعاً من اهتمام جامعة الدول العربية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول مرض سرطان الثدي، وطبعاً الاهتمام يأتي بالمرأة وحمايتها من هذا المرض، وذلك في سياق مبادرة المحفظة الوردية طبعاً اللي أطلقتها الجامعة تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة 2030، وتوافقاً يعني وأيضاً لكي يسير في نفس مسار الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وأيضاً الهدف الثالث المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبرفاهية في جميع لجميع الأعمار، وهذا الجانب يسهم في تحقيق الوصول الشامل لخدمات الصحة الإنجابية تماشياً مع برنامج عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية. طبعاً إحنا اليوم إذا اهتمينا بالمرأة فاهتمينا بمجتمع بأكمله، فلذلك حرص المجلس الأعلى للمرأة على اهتمام بصحة المرأة من كافة الجوانب ووضعت القوانين والآليات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الحكومية والقطاع الخاص والمدني وأيضا الأفراد حتى يعني تحد بقدر المستطاع وبأكبر نسبة ممكنة لمكافحة هذا المرض. صراحة والحقيقة جهود كبيرة ومتفرعة ومتشابكة يعني لا تعد ولا تحصى. اليوم احنا لما نتكلم عن بند كبير اذا تحت كثير من البنود، لما نتكلم عن قانون عام فاذا تحت هذا القانون العام هناك كثير من اللوائح التي تتخذ من قبل مؤسسات المجتمع المدني للعمل من خلاله وتضع الآليات تحتها لحماية أفراد المجتمع وبالتحديد المرأة حسب اهتمام المجلس الأعلى للمرأة طبعاً، وحمايتها من كل الأمراض وليس بالتحديد مرض السرطان، وذلك حتى تعيش المرأة برفاهية وكرامة وفي نفس الوقت تحافظ على صحتها حتى تعمل على حفاظ صحة أبنائها فيما بعد وتباعا. أيضا الجهود اللي تبذلها مملكة البحرين لتقديم الخدمات الصحية الوقائية العلاجية والتوعوية، أنا ما أعرف أنتم تشوفوني بس لأن الشاشة مرتفعة وكل شوي والتوعوية طبعا ذات الصلة بسرطان الثدي من خلال وزارة الصحة بشكل أساسي مهمة كبيرة جداً. وزارة الصحة اليوم عليها عبء كبير في التعاون مع كافة
مؤسسات المجتمع المدني. احنا اليوم انا ذكرت المجلس الاعلى للمراه، ذكرنا وزاره العدل، ذكرنا وزاره التنميه، وزاره التنميه، وذكرنا وزاره التنميه الاجتماعيه، ذكرنا ايضا مؤسسات المجتمع المدني، ذكرنا افراد، ذكرنا وزاره التجاره والصناعه، ذكرنا قطاع وتجار ويعني قطاع تجاري خاص. اذا لو نلاحظ ان لكل قطاع ولكل مؤسسه، وذكرنا مؤسسات التعليميه، كلها لديها يعني كتلة من معذرة كتلة من البرامج اللي تعمل على أساسها من منطلق لوائح وضعتها الدولة تحت بند أكبر من خلال اتفاقية وقعت مع الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ومع منظمة الصحة العالمية. دور المؤسسات الوطنية الداعمة للرعاية الصحية للمرأة ومكافحة سرطان الثدي بمملكة البحرين، بينها أيضا مركز البحرين للأورام، جمعية البحرين لمكافحة السرطان اللي تعمل بدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة الفخرية للجمعية، وهي طبعا يحفظها الله جهود جبارة تقوم عليها وتقوم بالتوجيه توجيه المؤسسات الأخرى للعمل أيضا على هذه الجهود. المجلس الأعلى للمرأة يعمل في إطار اختصاصاته بوضع ومتابعة تنفيذ مشروع خطة وطنية لنهوض المرأة البحرينية، حيث يختص المجال الرابع من هذه الخطة بتحسين جودة حياة المرأة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية ومساعدتها على التمتع بحياة كريمة وآمنة في جميع مراحلها العمرية. طبعاً لما نتكلم عن الجانب الصحي والجانب النفسي للمرأة، لأن أكيد أي مصاب بمرض السرطان وخصوصاً المرأة بتتعرض إلى جانب صحي، فهي تحتاج أيضاً إلى متابعة من الناحية الصحية. الجانب الصحي يتمحور في مثلاً من الناحية الاقتصادية قد تتأثر، من ناحية أفراد عائلتها قد يتأثرون، فكيف هي تواجه هذه الأمر بحيث أن ما ترجع الحالة النفسية على أفراد أسرتها. فإذا المجلس الأعلى للمرأة يقوم بدور جبار في هذا الجانب، وأيضا تحاول قدر المستطاع بتخفيف وطأة وحدية تأثير هذا المرض على المرأة المصابة في وسط الأسرة، يعني بالتخفيف عليها من الناحية المالية، يعني إعطائها مثلا دعم كبير وتخفيف من وطأة الإصابة بهذا المرض من خلال علاجها، من خلال دعمها المادي، من خلال توفير الإمكانيات اللي محتاجة لها، من خلال البيئة الصحية والسكنية، وأيضا توعية أبنائها وأفراد أسرتها حتى لا يعني تتضاعف حدة العامل النفسي على المرأة. المجلس الأعلى للمرأة طبعا من ضمن المبادرات ايضا لتقدم برامج الصحه الوقائيه، رصد عوامل الاختطار والتطوير وتكثيف برامج الرعايه الصحيه الوقائيه، وتعزيز انماط الحياه الصحيه الوقائيه المستمره بالتعاون مع شركاء وجهات صحيه وطبيه في اطار تعزيز صحه المراه ومواكبه التقدم اللي تحرزها مملكه البحرين في هذا الجانب. تركز ايضا على الانشطه على العديد من القضايا الوقائيه والعلاجيه ذات الصله بصحه المراه، مثل ما قلنا، مثل امراض العصر كالسكري وامراض القلب وسرطان الثدي وعوامل الاختطار كالخمول البدني والسمنه وزياده الوزن، ليس فقط على مرض السرطان، وانما مرض السرطان وغيره ما يتبع من الامراض المزمنه. جهود في الحقيقه جباره تبذل من قبل المجلس الاعلى للمراه ومن قبل المؤسسات الأخرى بمختلف أنواعها في مملكة البحرين، طبعا متكاتفة مع الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للحفاظ على صحة أفراد المجتمع من مختلف الأمراض بما فيهم مرض السرطان. طبعا المجلس الأعلى للمرأة ينشر الوعي بين الأمهات، دائما يعقدون برامج وفعاليات تثقيفية سواء في المراكز الصحية سواء بدعوتهم الإجبارية للمرضى بالتحديد أنفسهم، في إعطائهم البروشورات، في إعطائهم الكتيبات اللي مطبوعة بشكل مدعوم من الحكومة من المراكز الصحية ومدروسة من خلال المستشارين والمتخصصين في وضع البنود التوعوية والتثقيفية وتوزيعها على كل من له علاقة بهذا النوع من المرض.
أيضا مراقبة التغيرات الجسدية التي تطرأ على النساء ومقارنتها بالمعدلات الطبيعية، كيفية المحافظة على الصحة البدنية واجتناب التعرض للأمراض وتكريس السلوكيات الصحية. هنا احنا ونحن نتحدث تكلمنا عن المصابين او المصابات، ولكن هناك ايضا جهود واليات تبذلها من منطلق لوائح موضوعه يعني تقوم من خلالها كل مؤسسات المجتمع، ايضا على توعيه المجتمع لعدم الوصول للتعرض لهذا المرض، مثل ما قلنا قبل شوي النشاط البدني، ممارسه الرياضه. يعني هناك بعض المؤسسات من تقوم بجهود واليات لمواجهة هذا، يعني لمكافحة هذا المرض من ناحية التوعوية والتثقيفية قبل حدوثه، وخصوصا بالنسبة للأسر اللي عندها الجانب الوراثي. وهناك مؤسسات تقوم في أثناء حدوثه وكيفية يعني توعية أفراد المجتمع المصابين بهذا المرض، وكيفية أيضا التخلص من العوامل النفسية المؤثرة اللي ممكن تضاعف هذا الجانب. وإحنا نعرف أن المصابين قد البعض منهم لا يتحملون، قد يكون العامل النفسي هو سبب وفاتهم أكثر من إصابتهم بهذا المرض. وهناك بعض أيضا المؤسسات من تقوم بجهود يعني للمكافحة في جانب أن الدعم، في تقديم الدعم المالي، في تقديم الجانب الصحي، في تقديم التوفير البيئة الصحية للمريض. طبعا في ظل هذا كله المملكة أو الدولة اليوم في مملكة البحرين ملزمة بأن تجد أو ترصد كل الحالات الموجودة عندها المصابة بمرض السرطان بمختلف أنواع كل على حدة، وهذه ضرورة متطلبة ضمن ما يطلبها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ومنظمة الصحة العالمية، حتى يعني تقارن من عام إلى آخر وترصد الحالات متى ارتفع ومتى قل، ويعني ترى مدى نسبة وتأثير الفعاليات والأنشطة والآليات التي وضعتها الدولة والجهود التي قامت على أساسها، وإلا يعني كل ما تبذله من جهود يكون ضايع هباء منثورة من غير ما ترصد النتائج يعني المتوقعة من خلال الجهود اللي تبذلها وفقا للآليات والقوانين والتشريعات التي وضعتها مملكة البحرين لمكافحة هذا السرطان. أصبح اليوم من الضروري بأن يكون هناك تقرير سنوي يعني يرصد من قبل وزارة الصحة، من قبل الجهات المعنية اللي تقوم بالجهود لمكافحة هذا المرض وتوعية الناس وتثقيفهم لعدم يعني الإصابة به. طبعا تشير بشكل إيجابي فيما يعكس جودة حياة المرأة والأفراد في المجتمع، وتستند المصادر الرسمية، يعني لا نرصد أرقام من غير الاستناد على مصادر رسمية مؤكدة تؤكد على مدى تقدم مملكة البحرين بما تحرزه من جهود للآليات التي وضعتها. طبعا احنا نركز دائما على الآليات التشريعية اللي من منطلقها تعمل بقية الجهود، لأن لو ما وجدت آليات تشريعية فإذا كل الجهود مبعثرة غير يعني قانونية وغير نظامية. إذا القانون هو عبارة والتشريع ضرورة مهمة لتنظيم هذه العملية في وضع الآليات اللي تقوم عليها مملكة البحرين بشكل منظم، بشكل سلس، بشكل يعني يعرف كل أفراد المجتمع مدى اهتمام الحكومة بأفراد يعني بأفرادها في المجتمع وحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة والصحية لهم. عندنا وقت ولا طولنا؟ أوكي. ما زال لسه في وقت يا معالي الدكتوره، ما زال، تفضلي. طبعا اهتمت مثل ما قلنا استمرارا لهذا الكلام وزاره الصحه بالسجل الوطني للسرطان تماشيا مع توصيات منظمه الصحه العالميه من اجل اعداد البرنامج الوطني لمكافحه السرطان وتوثيق انماط المرض وقياس عبء السرطان، كما تم الاهتمام بالاصدارات والتقارير الاحصائيه اللي توفر كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في هذا المجال، حتى تساعد أيضا الأطباء والمستشارين والمتخصصين في هذا المجال في تقديم العلاجات الأكثر تطورا
عن ما بدأت في السابق. يعني ممكن احنا نشوف اليوم اول ما بدأت هذا المرض بانواعه المختلفة لم تكن هناك علاجات يعني ذات أهمية او علاجات يعني متميزة كما هو الحال في الوقت الحالي. فمع تقديم هذه التقارير وهذه الإصدارات أصبح اليوم ضرورة مهمة يستند عليها الأطباء والمستشارين من خلال الرجوع إلى الحالات كمرجع لتقديم علاجات متطورة أو علاجات يعني مقاربة لأمراض مصاب يعني لمرضى مصابين بنفس الحالات. طبعاً هذه التقارير وهذه الإحصائيات المرصدة والرجوع لها تأتي أيضاً من خلال قوانين نظامية تسمح للمتخصصين بالاطلاع عليها والتعرف على هذه الأرقام، وأيضاً ممكن أن هي تعمم بشكل عام لمختلف أفراد المجتمع حتى يكونوا على وعي من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية في المجتمع. وطبعاً أيضاً تساعد الباحثين من الأطباء يعني اللي يقدمون الدراسات الطبية في الأبحاث الطبية والدراسات العلمية، إلى جانب أيضاً السياسات وبرامج العمل الحكومية. اليوم إحنا برامج العمل الحكومية لا تستطيع أن تضاعف الدعم المالي إلا إذا شافت بأن هناك إحصائيات وتقارير تستند عليها إذا كان تحتاج إلى دعم مضاعف أو تحتاج إلى دعم أقل حول ارتفاع من خلال ارتفاع أو انخفاض مستويات الأرقام لهذا النوع من المرض والمصابين فيه. إذا قاعدة البيانات مهمة جدا لجميع مرضى السرطان، وذلك من تحديد من خلال من أو من أجل تحديد أولويات مكافحة السرطان وعلاجه، وذلك كله يأتي ضمن سعي الحكومة وجهودها المتواصلة بالارتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين، وخصوصا وبالتحديد لمثل هذا النوع من المرض. طبعا كنموذج احنا قلنا هناك بعض الاتفاقيات التي تعقد ما بين مؤسسات الحكومية بعضها البعض، مثل عندنا وزارة الداخلية حينما وقعت اتفاقية تعاون مع مستشفى حمد الطبي لتوفير الدفعة الأولية من الأدوات اللازمة للفحص المبكر لسرطان القولون لمنتسبي الوزارة وزارة الداخلية أيضا. وهذه الاتفاقية طبعا نصت طبعا هي اتفاقية تعاون نصت على توفير 500 عينة للفحص المبكر لسرطان القولون كدفعة أولية لوزارة الداخلية واستخدامها لمنتسبيها في عام 2019. طبعا عندنا أيضا هناك الحملة الوطنية اللي أطلقتها إدارة مستشفى الملك حمد، يعني أيضا من خلال التعاون مع وزارة الصحة بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، حققت أيضا نقلة نوعية حيث استهدفت فحص تقريبا 150 ألف مواطن في مملكة البحرين بين عمر 45 و75 سنة من الإناث والذكور لتحديد الحالات اللي تشكل نسبة عالية لمرض سرطان القولون أو اللحميات. طبعاً الإحصائيات مستمرة، توفير الأجهزة في المراكز الحكومية في المراكز الصحية في مملكة البحرين متوفرة ولله الحمد، كان في السابق عدد محدود واليوم من خلال دعم الحكومة لاهتمامها وتنفيذ القوانين والتشريعات اللي تهتم بالأفراد المصابين بمثل هذا النوع من المرض استطاعت أن توفر أجهزة داعمة لمكافحة هذا السرطان وأيضا لمعالجة هذا الأشخاص المصابين بهذا النوع من المرض. مثل ما قلت لكم قبل أو في البداية أن هناك القوانين ليست قوانين محددة بالتحديد فقط كوزارة صحة اللي يعني لمعالجة المرض فقط، وإنما قوانين لمعالجة المرض، قوانين لمكافحة المرض، قوانين وضعت لحماية البيئة لعدم توفر الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، أيضا قوانين
في من ناحية حماية البيئة من الأشعات الإلكترونية. أيضا هناك قوانين في كيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، قوانين أيضا وضعت لوزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة في المواد المستخدمة في مواد التغذية، لأن إحنا اليوم نعرف أن مرض السرطان حتى الآن لم تحدد بشكل دقيق أسبابه، فلذلك هناك الآليات تعددت من خلال التشريعات والقوانين التي وضعت لكافة مؤسسات المجتمع المدني، سواء في توفير الآليات وسواء في اتخاذ الاحترازات الواجبة واللازمة لعدم التعرض الأفراد لمثل هذه الحالات التي قد تؤدي إلى الوفاة. في الحقيقة يعني أنا أعطيت شمولية عامة لتوضح مدى وحجم واهتمام وإمكانيات مملكة البحرين في الاهتمام بأفراد مجتمعها لحمايتهم وتوعيتهم وتثقيفهم من هذا المرض والتقليل من حديته، وذلك من منطلق أيضا برصد التقارير السنوية اللي على أساسها تبني دعمها السنوي ومراجعة برامجها وخططها الوطنية. وبالمثل عندنا مهتم في المجلس الأعلى للمرأة بالنسبة للمرأة البحرينية التي تعد هي نقطة مركز لكل أفراد المجتمع في المجتمع، واللي على أساسها هي تعمل من منطلق اهتمامها بالمرأة، اهتمام بالأفراد ومن ثم الرجل ومن ثم مختلف أفراد المجتمع. إلى هنا أكون إن شاء الله قد وفيت وكفيت، ويعني تم الاستفادة ولو بصورة جزئية وبسيطة للمستمعين والمتابعين معنا على هذه المنصة، وأكون شاكرة لكم جدا على اهتمامكم ومتابعتكم وأيضا طرحكم لهذا الموضوع المهم الجدير بالاهتمام. شكرا لكم. شكرا جزيلا لمعالي الدكتورة سهير المهندي، حقيقة معلومات قيمة واستفدنا، وكان عندنا معلومة بأنه من عرض حضرتك أن دول مجلس التعاون الخليجي طبعا خد شعار للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان تحت شعار 40% وقاية و40% شفاء، والتي تأتي تفعيلا للخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السرطان زي ما قلت حضرتك 2016-2025، ليه؟ بهدف الوقاية الأولية والسنوية من السرطان، إضافة زي ما حضرتك يعني وضحتي تفعيل دور الشراكة المجتمعية، يعني الجمعيات الأهلية، القطاعات الحكومية المتنوعة في دول مجلس التعاون الخليجي. أوضحت برضو حضرتك أنه في مملكة البحرين أنها بتقدم خدمات نوعية ونموذجية للمرضى والمصابين بمختلف أنواع السرطان، وطبعا أنه في خدمات في مختلف المرافق الحكوميه، وان في تعاون داخل المؤسسات الحكوميه ذاتها، يعني زي حضرتك وزاره الداخليه او الامن مع وزاره الصحه في حالات للفحص المبكر لمرضى السرطان، وقلت حضرتك ان في 500 عينه. حضرات الباحثين الدكاتره العلماء الموجودين، احنا هنفتح يعني باب المناقشه يعني لمدة حوالي تلت ساعة إن شاء الله، فاللي عنده سؤال يتفضل يرفع إيديه. أنا عندي هنا دكتورة فايدة. دكتورة فايدة تفضلي. تفضلي. تفضلي حضرتك سؤال، رفع إيديك. الصوت المايك تحتاج إلى أن هي تفتح المايك. دكتورة فايدة افتح المايك. دكتورة فايدة افتح المايك. محتاجة تفتح المايك. أيوة كده تمام، رائع. تفضلي دكتورة فايدة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بداية نشكر القائمين على هذه المؤسسة، فعلا هذه المؤسسة التي نستفيد منها دوما وخصوصا في إطار حملتها ضد مرض السرطان. إذا نشكر الدكتورة الفاضلة أيضا على هذه المحاضرة القيمة التي أتاحت لنا معرفة مدى
اهتمام دولة البحرين الشقيق بهذه الشريحة من المرضى الذين هم حقيقة بحاجة إلى عناية خاصة عن طريق وضع تشريعات خاصة لمرضى السرطان، وهو ما نفتقده في كثير من الدول العربية حقيقة. وأنا أبحث في هذا الموضوع لفت انتباهي جهود حكومة البحرين لدعم مرضى السرطان ومرافقيهم، وكذا الإجراءات التي وضعتها سواء للوقاية أو العلاج وكذا المرافقة. حقيقة هي جهود جبارة ورائدة في عالمنا العربي. ما لفت انتباهي أكثر وكنت أرغب في الإشارة إليه واعتبار دولة البحرين نموذج يحتذى به أو ينبغي أن يحتذى به هو منح قانون الضمان الاجتماعي لدولة البحرين إجازة شهر مدفوعة الأجر للموظفين المرافقين لأقاربهم من الدرجة الأولى والمصابين بمرض السرطان. إذا كانت المرافقة داخل حدود المملكة كما أشارت إليه الدكتورة، وأربعة أشهر للمرافق إذا كان قريبه يعالج خارج حدود الدولة. حقيقة هي لفتة طيبة وإنسانية لدعم مرضى السرطان وكذا أهاليهم المرافقين لهم. ونحن نعلم حاجة أو مدى حاجة مرضى السرطان لأقاربهم المقربين، والدولة بهذا الإجراء ترفع عبء كبير عن مرافقي المريض. وهذا التوجه من دولة البحرين نثمنه ونتمنى أن يعمم في وطننا العربي رأفة ورحمة بمرضى السرطان وذويهم. حقيقة الشكر الموصول للدكتورة والقائمين على هذا العمل. نتمنى من خلال الإجراءات التي ذكرتها الدكتورة أن تعمم هذه الإجراءات لتطول كل دولنا العربية إن شاء الله. مرة أخرى شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك دكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم افتح المايك. دكتور إبراهيم المايك مو لك ذيك. المايك سمعت. دكتورة سهير أي تعليق لحضرتك؟ شكرا يا معالي الدكتورة فايد. دكتورة سهير تعليق لحضرتك؟ نعم دكتورة فايدة، بداية شكرا لك الغالية، وأنا سعيدة بأن تكون البحرين نموذجا، وإن يعني إحنا اليوم عرفنا عن جهود مملكة البحرين، ولكن هذا لا يعني بأن نهضم حق الكثير من الدول التي تبذل حسب إمكانياتها، وكل يقدم الآليات والجهود حسب إمكانيات كل دولة، وحيث وبذلك نقول حتى لا تهضم جهود كل دولة على واحدة يعني. فإذا إحنا كنا نموذج، إذا إحنا نتكاتف، مهم جدا التكاتف، مهم جدا الشراكة المجتمعية، الشراكة المؤسسية في كل الدول حتى تدعم يعني كل جانب مثلا يشكل قضية مجتمعية. اليوم هناك الكثير من القضايا المجتمعية، قد تكون يكون المرض قضية يعني. فإحنا اليوم لما نقدم هذه الآليات، إذا نحن نحافظ على ما يسمى بالتنمية المستدامة والتطوير في المجتمع، التطوير حتى نستمر يعني. هذه جانب مهم، وشكرا لك أستاذة فادي على هذا الإطراء. شكرا. دكتور سهير. دكتور الأمري. بسم الله، شكرا يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هل تسمعني أستاذ؟ أسمعك، أيوه أسمعك أسمعك. شكرا أستاذ. أولا وقبل كل شيء أشكر جميع القائمين على هذه الورشة، والتي أراها جد جد نافعة، خاصة بالنسبة لكل المعنيين من ذوي المصابين أو المصابين بحد ذاتهم، أو حتى جميع الإدارات أو الهيئات المشرفة على القيام بالعناية من جهة والمكافحة والوقاية من جهة ثانية. سؤالي يتمحور حول هل هناك بعض آليات لمكافحة الداء، وموضوع هذه الآليات يكون خاصة ذو جانب اجتماعي. مثلا في الجزائر، هنا عندنا في الجزائر يوجد الصندوق الوطني لمكافحة داء السرطان، وهو صندوق مخصص لهذه الفئة، يعنى في غالبه بتوفير مثلا الدواء وتقديم إعانات مساعدات والقيام بفعاليات وكل ما يهتم
بالجانب الاجتماعي والمالي بالنسبة لهذه الفئة التي نراها بحاجة ماسة إلى العناية والوقاية والمرافقة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هل هناك بالنسبة للدول العربية، هل هناك صندوق مثلا في الجامعة العربية أو في الهيئات أو الإقليمية العربية في هذا المجال، خاصة من حيث الوقاية من حيث المرافقة؟ وشكرا وكل النجاح والتوفيق لهذا، وشكرا على هذه المشكلة. شكرا لحضرتك على السؤال الجميل. ودكتورة واضح السؤال، تفضلي. واضح السؤال، شكرا لك على طرح هذا السؤال، وحبيت اني انا اوضح لك يعني من منطلق سؤالك بان قضية الدعم قضية دعم حكومي. اليوم حينما تطرح تشريعات وقوانين من الحكومة، اذا هي تقوم بطرح هذا التشريع او القانون اللي تنظم عملية الدعم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. اليوم مثل ما قلت قبل قليل بأن هناك إذا أقيم معرض أو سلسلة من الفعاليات أو سلسلة من المعارض الفنية والتشكيلية وإلى آخره بعنوان لدعم مرضى السرطان، إذا هذه العملية إن لم تكن منظمة من قبل قوانين تطرحها مثلا الدولة اليوم، فسوف تكون العملية عشوائية. فإذا من الضرورة أن تكون المؤسسات المدنية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، فإذا هي تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية فهي تنظم عملية الدعم الخاص بمرضى السرطان. فلابد من خطاب رسمي يوجه إلى هذه المظلة، اللي تقع تحتها المؤسسات المدنية اللي تقوم بفعاليات داعمة لمرضى السرطان، حتى يعني يرسل لهم المبلغ فيما بعد تحت حساب معين يوجه إلى الأجهزة، يوجه إلى المعالجة، يوجه إلى البرامج التوعوية والتثقيفية، يوجه إلى الفعاليات والأنشطة أيضا المجتمعية. وطرحك يعني أتمنى أن أكون رديت على سؤالك. ومثل ما قلت قبل شوية أن لكل دولة تختلف عن الأخرى في عملية ونوعية الآليات التي تتبعها بناء على أنظمتها وتشريعاتها القانونية. السؤال الثاني اللي تفضلت فيه، هل هناك صندوق دعم دولي أو إقليمي؟ في الحقيقة أنا لم يعني أتابع هذا الموضوع، ولكن إحنا اليوم من منطلق محاضرتنا اليوم وهذه أمسيتنا، هذا في حد ذاته دعم دولي إقليمي وطني نشارك فيه من ناحية تثقيفية من ناحية توعوية. أما إذا خصيت أنت بالتحديد الجانب المالي، فالجانب المالي أعتقد أن اليوم منظمة الصحة العالمية وضعت آليات تنظيمية لمختلف دول العالم اللي موقعة طبعا معها الاتفاقيات في أن تقوم بآليات داعمة من ناحية المادية. يعني إحنا اليوم لا نستثني التجار، اليوم حينما يقدمون دعم مالي لمرضى السرطان قد هم يخصصون موجه لي على مستوى مملكة البحرين أو على المستوى الخليجي أو على المستوى الدولي. مثلا إذا على المستوى الدولي طبعا مثل ما احنا نعرف التسلسل، مؤسسات المجتمع المدني ومنها مثلا الوزارة الحكومية، ومن الوزارة الحكومية مع مثلا المنطقة الخليجية ومنها، وهذا يعني وهذا التسلسل مهم حتى يعني احنا نسير عليه. لا نستطيع انا اليوم كفرد بان انا اتواصل مباشرة مع منظمة الصحة العالمية. شكرا معالي الدكتورة على الطرح الجيد والإجابة الرائعة. يعني نرجو أن يكون يعني أصابت الهدف الدكتورة لحضرتك. الدكتور ميثاق رافع إيديه، تفضل معالي الدكتور. لا دكتور، قبل دكتورة فاطمة، قبل رافع اليد دكتورة فاطمة الزهراء. دكتورة فاطمة تفضلي. طيب مساء الخير. أشكر كل الهيئة المنظمة لهذه الورشة العلمية يعني القيمة. أشكر كذلك الدكتورة على هذه المعلومات. يعني سؤالي يعني واحد، وهو فعلا يعني صراحة أثناء سماع لما تقدمه يعني دولة البحرين لمملكة البحرين لمرضى السرطان،
يعني يعتبر يعني فعلا يعني مساعدات يعني فعلا قيمة. لكن السؤال المطروح، هناك فئتين، هناك من ظهر المرض وهم في حالة علاج، وهناك من لم يظهر عليهم المرض ولابد أن يكون لديهم المسبق. نعم، لا، لابد أن يعرضوا أنفسهم قبل أن يتعرضوا للمرض. هل استطاعت مملكة البحرين بكل هذه القوانين وكذلك من خلال كل هذه الجمعيات أن تخرج هذه الفئة التي لا زالت تشعر بالحياء حيال المرض، خاصة لدينا بعض الأمراض، المرأة مثلا سرطان الثدي، الرجل كذلك سرطان البروستات، هذه الأمراض نوعا ما حساسة، يعني لا كونسلتاسيون المسبقة، يعني أنها تعرض نفسها قبل أن تتعرض للمرض. يعني هل استطعت أن تصل إلى هذه الفئة وتكسر هذه الثقافة، يعني ثقافة الحياء من المرض، لأن هناك لا كونسلتاسيون، كيف نقولها باللغة العربية، أنها تعرض نفسها على طبيب قبل أن تتعرض للمرض، حماية، من ناحية حماية، يعني الحماية هذه هي الوقاية من المرض، يعني للوقاية. هل استطاعت أن تمس هذه الفئة؟ هذا هو المطلوب، لأنه من تعرضوا للمرض الدولة تقدم لهم كل المساعدات، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء أكثر وهو الاحتياط المسبق للمرض، يعني عرض مثلا في سن بعد 30 35 الرجل، ولا بعد 50 الرجل يعرض نفسه على مثلا لسرطان البروستات، المرأة كذلك لسرطان الثدي. استطعت أن تخرج هذه الفئة التي لا زالت لديها نوع ما ثقافة تقليدية حول المرض؟ شكرا لك، أتمنى أن يكون وصل السؤال. شكرا فاطمة على هذا الطرح الرائع الجميل، وإن حضرتك بتبحثي عن يعني الفحص الدوري، سواء كان في تشريع أو آلية لذلك إجباري، يعني عايزة تقولي الوقاية خير من العلاج. تفضلي دكتورة سوية. طبعا من منطلق الوقاية خير من العلاج، احنا نطبقها ولله الحمد 100%، لأن مثل أنا ذكرت أيضا من ضمن عرضي أو سرد الموضوع والمحتوى، بأن اليوم مملكة البحرين تقوم بالثلاثة جوانب، قبل وأثناء وبعد، لنحسبها بهذه الطريقة. قبل اللي هو الجانب التوعوي والتثقيف وتوعية الناس اللي أيضا لعدم الإصابة بهذا المرض، وأيضا هناك مؤسسات ومؤسسات تعليمية، مؤسسات مدنية، مؤسسات حكومية تقوم أيضا بنوعية بوضع الآليات للجانب التوعوي والتثقيفي لعدم التعرض لهذا الأمر، مثل خلينا نقول حماية البيئة من الإشعاعات، حماية مثلا وزارة الصحة مثلا بمتابعة التغذية، وزارة الصحة تقوم بعمليات التفتيش على الأغذية لعدم التعرض مثلا لمواد كيميائية، مواد فاسدة قد تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض. هذه كلها آليات قبل الإصابة بالمرض، بكناحية توعوية تثقيفية تنبه الأفراد المجتمع ومؤسسات التعليمية من خلال المناهج، من خلال المحاضرات. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا أثناء إصابة المريض بهذا المرض، طبعا لا ننسى أيضا جانب الخاص بوزارة الصحة من ناحية التوعوية والتثقيفية، كما أيضا ذكرت بأن هناك آليات تبعتها وزارة الصحة خصوصا للأشخاص أو الأفراد، وخصوصا من العنصر النسائي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، بأن هي حددت أيضا العمر من فوق 40 أو 45 للنقل حتى 75، بأن حينما تكون هناك دورية فحص صحي للمراكز الصحية، يكون الطبيب العائلة يوجه الشخص أو الفرد المتابع للجانب الصحي
باستثناء الإصابة بالمرض، بأن ضرورة التوجه للكشف عن مرض يعني سرطان الثدي لعدم التعرض له مسبقا، حتى لو أصيب لا قدر الله، بأن تكون هناك آليات أخف وطأة في المعالجة قبل الإصابة بهذا المرض. وبالتحديد حينما يسأل الطبيب المريض وتكون هناك عوامل وراثية لأفراد مصابين من العائلة، فأيضا تزداد مضاعفة المتابعة من الطبيب على المريض في متابعته الدورية، بدل ما يكون سنة يعني يكون مثلا بدل ما يكون سنتين يكون سنة. فهذه عملية دورية يوجه الطبيب المريض حتى لو ما كان مصاب بهذا المرض. في أثناء إصابة الشخص بالمرض أيضا تكون هناك الدعم المادي، الدعم المعنوي، أيضا ليس للمريض فقط وإنما أيضا لأفراد وعائلة المريض، ليس من ناحية الدعم فقط للمريض وإنما حتى للأفراد، توفير البيئة الصحية، توفير البيئة النفسية الصحية، أيضا الممارسات الرياضية، نوعية البرامج، نوعية التغذية اللي يعني يوجه فيها الطبيب، اللي يوجه فيها مثلا يعني الأشخاص المعنيين بحماية المريض، يعني معالجة المريض في هذا الجانب. قبل وبعد الإصابة بالمرض هناك أيضا متابعة مستمرة لعدم يعني مضاعفة حالة الإصابة عند المريض، وخصوصا إذا هناك أشخاص تم معالجتهم من الناحية الصحية من خلال العمليات، فهناك أيضا متابعة ليس للمريض اللي تعالج بمرض السرطان وإنما أيضا لأفراد العائلة أو اللي ممكن يتعرضون لمثل هذه الحالة. أتمنى أن أنا وفيت في الإجابة دكتورة. شكرا جزيلا. صراحه طرح رائع واجابه وافيه، وحضرتك اوضحت خلال العرض الاول انه هناك برامج من المملكه، برامج توعويه للتثقيف قبل، وده اللي معالي الدكتوره تسال عليه، ودي المرحله، لانه طبعا اثناء خلاص ما احنا اكتشفنا انه هناك مرض وهناخد الاجراءات، وبعد خلاص نفس الشيء سواء للمريض سواء للمحيطين به او المسؤولين عنه. شكرا لحضرتك. في حد رافع ايده تاني الامري، مين؟ تفضل لو سمعت. نعم دكتور مساك، تفضل. الله يبارك فيك دكتور، يبارك فيك دكتور سهير. ابدا بالتقديم، لدي سؤال حضرتك. هو في داخل البحرين في جرائات كثيره، مؤسسات كثيره تحاول الوقاية ومحاولة شفاء المصابين من هذا المرض، بحسب الإحصائيات هل نجحت هذه الفعاليات بالتقليل من عدد المصابين في داخل دولة البحرين؟ هذا السؤال. والسؤال الآخر، هل هناك مش واضح توضيح السؤال تاني يا دكتور مساك للدكتورة سوير؟ تفضل. دكتورة حضرتك ذكرتي أن هناك مؤسسات عديدة في البحرين تحاول تقليص الإصابة بمرض السرطان، وتحاول المساعدة المصابين كذلك بهذا المرض. حسب الإحصائيات، هل نجحت هذه الفعاليات بتقليل عدد المصابين؟ هذا السؤال. السؤال الثاني حضرتك، المؤسسات البرلمانية والمؤسسات الجامعية، هل هناك دور حقيقي لهم في ساحة البرلمان؟ هل هناك لجان متخصصة بمواجهة مرض السرطان؟ والجامعات كمركز جامعية علمية، هل هناك نزول للساحة؟ يعني هناك عوامل تربط ما بين الجامعة والمجتمع، أن ينزل الكادر الجامعي إلى المجتمع محاولة تقليل من الإصابات؟ بارك الله فيك. واضح يا دكتوره السؤال الاول. بس عندي اتكلم على السؤالين عشان ما انسى لما اتكلم على السؤال الاول. بالنسبه حق الاجابه للسؤال الاول دكتور، من المؤكد يعني في اكيد نسبه، يعني خلينا نقول احنا من ناحيه لما احنا نقوم بعمليه توعيه لافراد اسره قد يكون هذا عندهم العامل الوراثي في هذا الموضوع. اليوم لما قامت مملكه البحرين بالتشجيع على الرياضه ومن خلال التركيز على البرامج والفعاليات الرياضية والتشجيع على وجود المراكز الصحية
الرياضية وبالتشجيع أيضا على ممارسة الرياضة ودخول الشباب في الأندية والاتحادات الرياضية والمشاركة في المسابقات الرياضية وفتح يعني الممارسة والانخراط في كافة أنواع الرياضات، وأيضا تشجيع العنصر النسائي اليوم الفتيات من مسابقة كرة قدم وممارسة في الدخول في مختلف أنواع الرياضة. قد لا يكون الهدف فقط هي مشاركة العنصر النسائي أو البنات أو الفتيات أو الشباب فقط في الرياضة، وإنما لدور كبير في الجانب الصحي والتشجيع على النشاط البدني وممارسة النشاط البدني. اليوم احنا ايضا وضعت مملكة البحرين قوانين لرصد او لوضع آليات يعني قانونية لمماشي رياضية في مختلف أنحاء المملكة البحرين وفي مختلف المناطق. اليوم لا توجد منطقة من مناطق البحرين أو محافظة من محافظات مملكة البحرين لا يوجد فيها ممشى أو أكثر من ممشى للنشاط المشي للتشجيع على رياضة المشي. لا يوجد في كل ممشى أو في كل منطقة من المناطق لا توجد فيها حديقة على الأقل لو كانت صغيرة فيها مجموعة من الألعاب الرياضية يعني إعطاء الأسر في الانطلاق بأريحية مع أبنائهم لممارسة الألعاب الرياضية في داخل المنطقة غير عن أنها تكون في مناطق بعيدة عنهم. هذا كله جانب، هذا كله يدرج ضمن الآليات اللي ترصدها اليوم مملكة البحرين. ولذلك أنا لما قلت قبل شوي أنا لا أستطيع اليوم أن أقول قوانين وزارة الصحة أو قوانين وزارة الداخلية أو قوانين وزارة التنمية الاجتماعية أو قوانين وزارة البيئة، لا، هي القوانين كلها مجتمعة يعني لنقل قوانين عامة تندرج تحتها لوائح تدرج تحتها آليات. هذه الآليات عامة تهدف إلى مجموعة كبيرة من تحقيق الأهداف، وليس فقط محاربة مرض السرطان وإنما محاربة مرض الإيدز، محاربة السمنة، محاربة الكثير من الأمراض اللي اليوم أمراض العصر اللي إحنا نعاني منها. كيفية التخلص اليوم من إشعاعات الأجهزة الإلكترونية، كيفية التخلص من الجمود والبلادة اللي إحنا نعيشها اليوم. أيضا يعني هناك الكثير صراحة، يعني أنا يعجز اللسان في أن أنا اليوم أعدها وأحصيها، ولكن أنا أستطيع اليوم أعطيكم فكرة أو يعني ولو نبذة بسيطة عن الآليات اليوم اللي تضعها مملكة البحرين ولله الحمد. السؤال الثاني دكتور. دكتور ميثاق السؤال هو قال صحيح هل في حالات تم معالجتها؟ لا دكتور، كان سؤال حول في التقليل اللجان البرلمانية واللجان الجامعية في نزول المجتمع في محاولة يعني تقليل من هذا المرض. هل لك دور الجامعات والبرلمان؟ بارك الله بك. طبعا يعني أيضا هذا السؤال يعني تقريبا شبيه الإجابة راح تكون عليه. اليوم في البرلمان لما احنا نضع مثلا تشريع قانوني للمحافظة على صحة الفرد في المجتمع، مثلا لا نخص فقط مرض السرطان، بسم الله عليكم، يعني احنا كررناه كذا مرة، انما يخص صحة الفرد بشكل عام. اليوم لما انا اقول نضع قوانين أو جزاءات مثلاً قانونية للأفراد اللي مثلاً يستخدمون مواد كيميائية في الأقضية، هذا التشريع أكيد راح يحمي الأفراد من مرض السرطان، لأن اليوم لو إحنا أكلنا مواد يعني غذائية فيها مواد مسرطنة فإحنا راح نتعرض إلى أمراض السرطان. فإذا هي لا يكون بالتخصيص، لأن مرض السرطان هو يعني نقطة من مجموعة قضايا صحية في المجتمع اليوم نتعرض لها. ولما احنا نقول نمنع عن دخول المواد المخدره او المواد التدخين ونمنع مثلا لكل فرد بانه يستخدم اكثر من علبه او علبتين ويدخلها مثلا تصديرها من الخارج، هذا ايضا كتشريع قانوني
يرصد او يحد من يعني نسبه اكبر من المستخدمه اللي ممكن تعرض الشخص الى مرض السرطان. اذا اليوم الدوله وضعت تشريعات بنسب معينه في استخدام هذه المواد اللي يعني اللي تؤثر على العقول. اليوم لما احنا نقول مثلا نستخدم المواد الصحيه المنظفه في المنزل، فاذا احنا نقول لابد ان هناك تكون قوانين وتشريعات كم المسموح من هذه المواد الكيميائية المستخدمة في المنازل اللي ممكن يعني مصرح فيها والغير مصرح فيها، لأن هذه أغلبها تعرض الشخص أيضا لأمراض سرطانية من روائحها أو من استخدامها، يعني ممكن تؤدي إلى أنواع مختلفة من الأمراض. هذا أمر موجود في كل دول العالم، نتناول قضايا صحية بشكل عام. يعني معنى ذلك في داخل البحرين ليس هناك لجان مهمتها محددة تجاه مرض السرطان. أكيد يعني هذه أكيد في كل دولة، ومثل ما أنا بعد قلت إن كل دولة عندها آلياتها وحسب إمكانياتها وحسب يعني ما هو مسموح عندها. يمكن إحنا اليوم نحد يعني كل يوم عن الثاني مثلا تصدر تشريعات وقوانين، إذا شافت مثلا من خلال التقارير اللي ترصدها بشكل سنوي إن في زيادة، إيش الأسباب ترجع لها المؤدية؟ مرض سرطان الثدي تضاعف أقل، مرض القولون تضاعف أقل، شنو الأسباب؟ تكون هناك في مراجعات من خلال الأطباء والمتخصصين المستشارين في المؤسسات الصحية أو في وزارة الصحة واللجان المعنية بهذا النوع من المرض. ولا ننسى بأن النماذج الناجحة واللي يعني الحمد لله ولله الحمد شفيت من هذه الأمراض تؤخذ أيضا كحالات أو نماذج مثلا يعني تتحدث من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية لتوعية الأفراد، ويعني خصوصا في معالجة الجانب الصحي لما يتكلم أنها فعلا شفيت وشلون قدرت تتخطى وتتحدى هذا المرض وتتخطى الجانب النفسي واستطاعت أنها تشفى من هذا المرض، أيضا تؤخذ كنماذج تقدم في البرامج التوعوية. بالنسبة للمتخصصين أو الأكاديميين أيضا يقع عليهم دور، طبعا الأكاديميين الأطباء والأكاديميين المتخصصين في البرامج الرياضية والأكاديميين المتخصصين في الجوانب النفسية وعلم النفس، هذا كلهم يقع عليهم دور كبير. ولا ننسى بأن المؤسسات التعليمية اليوم تجبر ضمن الشراكة المجتمعية وضمن الواجب الأكاديمي بانخراط الأكاديميين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في عقد محاضرات توعوية تثقيفية لتوعية أفراد المجتمع من خلال تخصصاتهم حتى تدرج نسبة 10% أو 20% ضمن تقاريرهم الخاصة بالترقية أو تقاريرهم الأكاديمية. شكرا دكتورة. شاكرين يا دكتورة سهير. في حاجة تانية إضافة يا دكتور ميثاق، واضح ولا؟ نعم دكتور واضح. تدينا بعد سؤالين دكتور عيسى دكتور عيسى والوقت شاهد فلتمنى منه الاختصار دكتور عيسى، يعني عشان الوقت يداهمنا. خلاص دكتور عيسى تفضل. شكرا جزيلا للسادة الكرام. دكتور عيسى داخل القاعة تفضل. نعم دكتور صوتي واضح؟ عفوا يا معالي الدكتور الصوت مش واضح، ما فيش صوت مسموع. واضح واضح دكتور إبراهيم، واضح صوتي أنا أسمعه. لا أنا بتكلم على الدكتور عيسى اللي إضافة إليه. نعم. اللي احنا يقدم الآن للسؤال طرح السؤال دكتور عيسى. صحيح واضح عندي. نعم دكتور عيسى معك. يا دكتور جميعا. عيسى أسمعك يا دكتور إبراهيم، صوتك واضح، صوتي واضح. أنا أسمعك دكتور عيسى ما أسمعك. يعني حضرتك سامع الدكتور عيسى؟ انا سامعته والله. وانا سامعك واضح يا دكتور. حضرتك يا دكتوره سوير السؤال واعرضيه علينا. طيب خلاص ان شاء الله. بداية أني أقدم شكري وامتناني لكل العاملين على هذه الجلسة الرائعة بصراحة، والشكر خصوصا لمعالي دكتورة سهير المحترمة التي حقيقة أنارتنا بهذه الكم من المعلومات وفادتنا كثيرا،
أدعو من الباري عز وجل أن يحفظ البحرين وأهل البحرين وشعب البحرين وكل السامعين من كل مرض إن شاء الله، ويشافي كل مريض. دكتورة سهير، عنوان حلقتنا اليوم أو جلستنا النقاشية هي عن القوانين النظامية في البحرين. يعني أنا مقدر يمكن حضرتك أنت مش يعني اختصاصك قانون، فيعني كنا نتمنى أنه يعني الورقة تتضمن تشريعات ولوائح بالأرقام وبالتواريخ حتى نعتمدها كيعني مصدر أو كدليل عمل للمستقبل عندما نريد. ما زال يا دكتورة بيطرح السؤال؟ نعمل بحوث أو دراسات. فمثل ما تعرفون ويعرف الجميع بأنه الصحة العامة هي من ضمن يعني واجبات سلطات الضبط الإداري في الدول. احنا عندنا في فقه القانون الإداري هناك سلطات تسمى سلطات الضبط الإداري، واجبها الحفاظ على عناصر النظام العام، ومن ضمن عناصر النظام العام هو الصحة العامة. فإذا هناك جهات يعني متخصصة للحفاظ على الصحة العامة في المجتمع، طبعا ينظم عمل هذه الجهات تشريعات وقوانين ولوائح. كنا نتمنى أنه تعرض هذه التشريعات واللوائح والقوانين في البحرين حتى يعني ندخل في أحكامها ونصوصها ونناقشها. ما تفضلت به، كل اللي تفضلت به هو متكلم عنه القانون بالتأكيد، ما تفضلت به من طرح أكيد كله نص عليه التشريع، لكن يعني للأسف ما يعني أنا رتينا، وأنا يعني يمكن أعطيك العذر، يمكن أنت اختصاصك مش قانون. كنا نتمنى أنه تزودينا بالتشريعات واللوائح المعمول بها في الحفاظ على الصحة العامة باعتبارها عنصر مهم في عناصر النظام العام. آسف للإطالة، وفاتني أن أذكر أقدم نفسي الأستاذ الدكتور عيسى تركي خلف الجبوري، أستاذ القانون الإداري في كلية القانون والعلوم السياسية الجامعة العراقية من العراق. أكرر شكري وامتناني لحضرتك دكتورة سهير والدكتور إبراهيم والدكتور ميثاق ولكل الحضور، شكرا جزيلا وآسف للإطالة. شكرا لك دكتور عيسى. طبعا بطرح سؤالك على المجموعة على أساس إذا ما كان صوتك كان واضح بالنسبة للكل وبالتحديد دكتور إبراهيم. سؤال الدكتور عيسى قال بأن العنوان جاء تحت عنوان التنظيمات القوانين التنظيمية اللي تعمل على مكافحة مرض السرطان في مجالات مختلفة، ولماذا لم أطرح التشريعات حتى يتم نقاشها أو الاستناد لها لمناقشتها؟ يعني كان هذا سؤال باختصار شديد سؤال الدكتور عيسى. دكتور عيسى بداية، وطبعا أشار أيضا أنا يمكن بكون إن أنا ليس تخصصي قانون، ولكن بس حبيت إن أنا أفيد الدكتور عيسى إن أنا الدكتوراه على النفس، ماجستير علوم جنائية، ماجستير تربية رياضية وعلم النفس، فبس حبيت يعني أضيف لك هذه المعلومة. يمكن أنا ذكرت فعلا العنوان في شمولية، لأن لو الوقت يعني يجاهمنا، ودكتورة فريدة الصراحة ما قصرت لأن هي من فترة طويلة كانت تسعى بمشاركتي معاكم ضمن محاضرة يعني أقدمها وأطرحها، ولكن في الحقيقة لضيق الوقت الشديد لدي محاضرات من الساعة 5 إلى 9 يوميا ودوام صباحي، فكان طبعا عملية الرصد للتشريعات والقوانين كان صعب، ولكن أنا يعني لدي فكرة عامة بالمتابعة والقراءة لها، ولذلك يعني اخترت هذا العنوان حتى أعطيكم فكرة يعني شاملة في هذه الفترة الزمنية القصيرة اللي يعني احنا لو بنعمل على ما تفضلت فيه فإحنا بيكون عندنا وقت طويل للبحث والكتابة ورصدها أيضا عبر هذه المنصة. في الحقيقة هناك قوانين في وزارة الصحة، تشريعات قانونية لوزارة الصحة لهذا الجانب، وتشريعات قانونية وزارة الداخلية، تشريعات قانونية أيضا في وزارة التنمية الاجتماعية، تشريعات قانونية وزارة العمل، تشريعات قانونية في ديوان الخدمة المدنية، تشريعات قانونية وزارة الداخلية، تشريعات قانونية في المؤسسات المدنية، يعني في الحقيقة تشريعات كثيرة، ولكن في مجمل هذه التشريعات يمكن أشرت لها قبل قليل عدة مرات بأنها تأتي تحت بند عام وتعمل عليه الدولة ضمن آليتها وآلياتها وخططها لمكافحة هذا المرض، وأيضاً
يعني التوعية لعدم التعرض، لا. أتمنى أن أنا أوفيت الرد لك دكتور عيسى، وإن شاء الله لو فضينا نقعد مع بعض إن شاء الله ونعمل تمخيط لهذه القوانين، بالعكس فرصة لبحث علمي كبير يعني. يشهد الله كفيته. شكرا دكتورة أستاذة أسماء سامي. دقيقة مع حضرتك لعرض السؤال، ممكن؟ عفوا دكتور إبراهيم، دكتور إبراهيم مازال دكتور عيسى يتكلم ثواني بس، تفضل دكتور عيسى. أبدا أني أثني على جلالته وكفيتي ووفيتي وأشكرك جدا، وأني آسف على يمكن أضاءت الصوت دكتور إبراهيم ما يسمعني. أنا مش سامع دكتور عيسى. المداخلة مالتي يمكن بقول لك دكتور إبراهيم أنا مازال دكتور عيسى يتكلم ثواني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ممتن جدا دكتورة سهير، طال عمرك ورحم الله والدك ديتو، الله يستر عليك وعلى البحرين شعبا وحكومه وبلدا وارضا وتمام. وانا اتمنى ان شاء الله للمرات القادمه ان نقدم ما انت كنت تتمناه. طبعا دكتور ابراهيم بس دكتور ابراهيم انا ابي ما قاله دكتور عيسى دكتور ابراهيم يعني يشكر ايضا مره ثانيه. تفضل دكتور ميساق، تفضل دكتور. اخذ شويه اختصار للوقت انتهى. الدكتورة أسماء سامي ممكن يعني بسرعة بس بعدين حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة، وشكرا على الجهد الاستثنائي اللي قدمته دكتورة سهير، واضح جدا الجهد خاصة بعد ما وضحت أنه ضيق وقتها، وإحنا نعرف ضيق الوقت يكون يعني عامل جدا مهم بتغطية أي موضوع. لكن أكو جانبين يعني ما طرقت لهن الدكتورة أنا ردت أسألهم عنها، ألا وهو جانب الإعلام اللي هو الجانب التوعوي رقم واحد بمكافحة وخطورة الكشف المبكر عن مرض السرطان. الإعلام ما كان دور الإعلام، ما هو دور الإعلام في دولة البحرين؟ والدور الثاني اللي أنا كنت أريد أسأل دكتورة سهير عنه هو دور وزارة الزراعة، وخاصة بأنه هي قالت 40% نسبة انخفاض بالإصابة في حالة تناول الشخص المواد الغذائية الصحية، خاصة إحنا دنلاحظ حاليا في الوقت الحالي حتى عندنا في العراق بأنه المحاصيل حجمها زائد بشكل مو طبيعي، الباذنجان والخيار والأحجام عجيبة غريبة، فهذه الأحجام تنتج عند تناول المواد الكيميائية، عفوا استخدام المواد الكيميائية لأجل الوصول إلى أسرع النتائج بأسرع وقت ممكن. فيعني أيضا الفلاح يعني شلون يعول عليه، أو الفلاح هو عنده جزء من المسؤولية بهذا المرض. فيعني إحنا نريد نعرف إجراءات وزارة الزراعة، إجراءات وزارة الإعلام، وذلك لتوعية الناس بخطورة هذا المرض. شكرا جزيلا، ممنون جنابكم. شكرا شكرا لحضرتك، سؤال رائع دكتور أسماء بصراحة. تفضلي. فعلا سؤال مهم جدا. وأستاذة أو دكتورة أسماء، طبعا أنا كوني كإعلامية وأيضا متابعة، ولكن يعني لما يعني لما يقدم في تلفزيون البحرين أو صحافة البحرين، إحنا اليوم من خلال الحملات يعني أنا قلت أيضا إن الجهود متكاتفة في مملكة البحرين، الجهود مشتركة ومتعاونة بين كافة مؤسسات مملكة البحرين، والإعلام إعلام طبعا يقع تحت مظلة يعني كبيرة. الإعلام اليوم يقوم بدور كبير من خلال عرض النماذج التي شفيت من مرض السرطان، يقدم الجهود الوزارات والمؤسسات عبر الصحافة عبر البرامج التلفزيونية، أيضا من خلال هذه الأيام أو من خلال مثلا ما يقدم من حملات ومن معارض تأتي تحت دعم لمرضى السرطان، كلهم يقدم على تلفزيون البحرين. وإذا كان في هناك حملات من يعني مؤسسات وجهات حكومية تقدم كإعلانات مستمرة على تلفزيون البحرين لتوجيه الأفراد في المجتمع اليوم، ونحن في هذه الأيام أيضا ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمرض السرطان، هناك أيضا عرض مستمر لهذه الحملات واللي هي المقتطفات اللي تعمل على توعية أفراد المجتمع، وأيضا التذكير بالاحتفال بهذا اليوم والدور اللي المفروض يقوم فيه الأفراد والمؤسسات والحملات الرياضية والحملات التثقيفية والحملات يعني الحملات المختلفة الأنواع صراحة، اللي يعني
أقدر أقول لكم أنها تغطى في التلفزيون أو بالإذاعة أو من خلال حتى المقابلات مع الأطباء من خلال البرامج الصحية على تلفزيون البحرين ومن خلال برامج الإذاعة. إذن يعني الآليات متكاتفة ومتتابعة ومستمرة. شكرا معالي الدكتورة. وصلنا لنهاية هذه الورشة العلمية الموسومة بقوانين نظامية تحرك المجتمع البحريني لمكافحة السرطان صحيا واجتماعيا وقانونيا واقتصاديا وتجاريا. لكن أنا بس لمحت دكتور إبراهيم، أنا أعتذر أستاذ أسماء، نسيت سؤالك الثاني بخصوص وزارة الزراعة، إذا ممكن دكتور إبراهيم تكملي الصورة. بخصوص وزارة الزراعة، طبعا احنا اليوم في مملكة البحرين، مملكة البحرين اليوم تشجع المزارع البحريني على زراعة المنتجات الزراعية من أرض البحرين، ويعني تقلل عملية الاستثمار يعني الاستيراد الخارجي بقدر المستطاع. ومثل ما تفضلتي احنا يعني اكيد لا يسمح اليوم باستيراد مواد غذائية ممكن تكون محقونة بمواد غذائية، لأن هي أيضا تفحص من خلال الممرات الجمارك وممرات يعني المنافذ في مملكة البحرين. ولذلك أصبح هناك اهتمام من صاحبة السمو قرينة جلالة الملك الشيخة سبيتشا بتشجيع المزارع البحريني في المنازل من خلال وزارة الزراعة، أيضا في في الشوارع، على ايضا ليس الاهتمام فقط حتى بالبيئه الزراعيه لتوفير الجانب الاكسجين. تعرفون اليوم المواد الكيميائيه والامور المنتشره في البيئه اللي ممكن من خلال الاستنشاق ايضا تؤدي الى الاصابه بمثل هذا المرض. هذه ايضا من سلسله الاليات يعني المتواصله والمتشابكه مع بعضها البعض. كفايه جور تشجيع المزارع البحريني وعقد معرض سنوي للمزارعين البحرينيين ووجود معرض دائم يقام كل سبت في منطقه محدده لمنتجات المزارعين البحرينيين، وايضا الاهتمام بشراء هذه المنتجات نظرا لاهميتها لكونها هي منتجات طبيعيه من ارض مملكه البحرين وصحيه. أتمنى أكون أجبت أيضا على السؤال. شكرا معالي الدكتورة. هو ده موضوع ده عايز حلقة كبيرة، لأنه طبعا أنت عارفة حضرتك الفلاحين النهاردة، الفلاح عشان التسويق السريع يعني النهاردة بيبقى العنب يعني نص طياب، في خلال ساعتين بيديله مادة مسرطنة، مادة كذا مادة كذا، بتغير اللون، يعني ده بيكون طيب على غير معاده. يعني دي حاجة، ده موضوع عايز دراسة كبيرة وعايز حلقة كبيرة عن الأدوية المسرطنة واستعمالها أو استعمالها من 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 بمعرفة الفلاح أو أثناء الزراعة يعني. طيب أنا بس من خلال الـ من أمانة الحديث والحوار أنا لمحت حد، الدكتور عمر نجم الدين أنجه في المقدمة قال حديث إنه الفقراء عيالي إلى آخر الحديث، لأنه يحسوا على إن الناس تخرج أموالا للمساعدة. الصوت عندك انقطع دكتور ابراهيم، ما عرفت حد علق وقول حديث مرسل. يا سيدي خليك في حديث، خليك في سؤال، خليك في هذا الحديث. انقطع عندك الصوت. انا يعني بنوضح انه بس هو علق على الحديث بيقول حديث مرسل، لكن انا بنوضح للساده المشاهدين ده حث على الانفاق والمساعده، لان انا النهارده صحيح بكره مريض، الله اعلم، ده تكافل اجتماعي، ده ربنا امر في القران الكريم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. ويا سيدي روح لحديث سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم رجل انفق، ما معناه يعني بيمينه لا تعلم شماله ما انفق يمينه، أو لا تعلم يمينه ما انفقت شمال. شكرا للسادة الحضور، شكرا للسادة المستمعين على حضر على حسن الاستماع، تمتعنا بصراحة. شكرا الدكتورة سهير المهندي، أمتعتينا والله فعلا، والسادة الذين تقدموا بأسئلتهم أمتعتمونا، وجئنا إلى حسن الختام ومسك الختام ومع الدكتور ميثاق بيات الضيف. تفضل معالي الدكتور. الله يبارك فيك يا إبراهيم، أبدعت ما شاء الله اليوم بإدارة هذه الجلسة، امتلتنا كثيرا، جيت شو الاحترام لحضرتك. دكتور سهير ما شاء الله مبدعة بالفعل،
قدمت كما قدمت. بالفعل أنا أذكر معك الموضوع واسع جدا جدا، المحاور الرئاسية كل محور يحتاج ورشة كاملة، لم نقل ورشات. فبارك الله بك على مقدمتي، نشكر تقدير حضرتك، تشرفنا بوجودك معنا. بارك الله بالأخوة والأخوات اللي كانوا معنا في هذه الجلسة، إن شاء الله بيوم غد بإذن الله في النهار يوم غد سيتم نشر شهادات هذه الجلسة في قناة واتساب التليجرام، وإن شاء الله نلتقي معكم يومي 18 و19 أكتوبر لدينا دورة علمية حول الاختبار العائلي، وكلكم تدعون لها إن شاء الله من التوقيت يومي 18 و19 أكتوبر. في الختام أتمنى لكم ليلة سعيدة مباركة، بارك الله بكم، حفظ الله أحباكم أسركم شعوبكم من هذا المرض الخبيث، ونكون نتمنى من الله نكون دوما يد واحدة في سبيل إعانة واحدة والإحساس بالمصابين بهذا المرض الخطير. بالختام أتمنى لكم ليلة سعيدة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر الجميع أيضا، وإن شاء الله الله يبعد عنكم الشر عن هذا المرض. مع السلامة.